في ناس بدأت تحكي سياسة، وناس بدأت تناقش قضية بتهمها وتقترح لحلول، وفي ناس بدأت تشارك بمشروع محدد بحقق نتائج ملموسة على الأرض، وفي ناس بدأت تتدرب على العمل الديمقراطي وتحضر حالها لتترشح على الانتخابات النيابية القادمة. نحن خلقنا منصة تغيير لكل هالناس، فيكن تختاروا تنضموا للعمل بالمناطق أو بالمجال النقابة المهني أو تختاروا موضوع بهمكن، ولما يكبر عدد الناس المهتمين بنفس الكتلة تتفقوا بتقسموا حالكن لمجموعات أصغر معنية يا باقتراح الحلول يا بمشروع ميداني بيعطي نتائج معينة يا بقضايا محددة بتهمكن. يعني انتو بتنظموا حالكن بطريقة ديمقراطية وبتنتخبوا ممثليكن. الكتلة الوطنية بتأمن لكل الكتل الدعم التقني واللوجستي، مثل ما بتأمن إمكانية التواصل والمشاركة مع الكتل الأخرى. ندعيكن لإطلاق المنصة بمقر الكتلة الوطنية بالجميزة نهار الخميس 30 كانون الثاني الساعة 6 مساءً. ناطرينكن.